يومكم سعيد، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة أخرى الأخيرة في الأسبوع من صباحية دوزام. اليوم معنا هدى جنان، فقرة وصفة تقليدية، وحنا تنقربوا من العيد ديال الأضحى غادي تقدم لنا بعض يعني شرمولات اللي نتبلو بهم الكفتة ديالنا. مرحبا بكم معنا. هو جديد الفنانة جيهان بوغرين، ضيفة ليلى شوي فقرة نجوم ونجوم، ترقبوها بعد قليل. قبل ذلك غادي تكون معنا كذلك سعاد هاشمي، فقرة الطب الموازي. صباح النور. صباح النور سميرة، صباح المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على المسؤول ديال الحرارة على الآلام. كوش منى الصباحي، صباح الخير. صباح الأنوار سميرة. واليوم نتكلموا على إذا بغينا نبدلوا حياتنا شو هما الأشياء الصغيرة والبسيطة جدا باش نبداو. كنا تنترقبوا السيدة إيمان الدودي الأخصائية في إنقاص الوزن باش تلتحق معنا في بلاتو صباحية دوزام. حنا تنسينوها إلى جاس، مرحبا بها. في انتظار ذلك غادي نبداو معك منى الصباحي، وننتظروا كذلك هدى جنان فقرة الوصفات التقليدية، وصفات لذيذة جدا في انتظاركم. معك إذا اللحظة منى الصباحي، فقرة للأحسن. إذا اليوم نصائح باش نبداو حياة دائما جديدة. نيو بيجينين. نيو بيجينين، عرفتي راه صدفة. صدفة سبحان الله. أنا لابسة نيو بيجينين سبحان الله. دونك وني تتبداي السنة الجديدة ديالك وعيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. كل ما تمنيتي إن شاء الله. وبداية جديدة دائما. يا ربي آمين. وحنا اللي تنتكلموا على البدايات الجديدة، لأن كل ساعة كتلقى، وخاصة بعد هذه الظروف والصعبة اللي دزنا بها في لو كوفيد، مع الخوف من المرض، لو ستريس، اللي فقد العمل ديالو، اللي وقع تغييرات في العمل في البيت. يعني الله يكون في العوان، زعما حسينا بها كاملين. ما كاينش بيت اللي خلى من هذا الضغط، ويمكن تنفكروا نبداو شي حياه جديده، او نبداو شي بدايه جديده، او نبدل وباغي نغير حياتي. فشنو اللي كيخلي الانسان ملي كيبغي يغير حياته كيوقف؟ حيت كيبغي يغير كل شيء خطره، دقه واحده، كل شيء خطره واحده، بغى يعني ينقص الوزن. دماغ تيوقف. كتقوي عليه. تخيل نتايا ملي كتدخل الكوزينه مثلا، نقول لك نهضروا على انتاج سامبل، باغي تدخل توجد فطورك، واش في نفس الوقت تخيل انك في نفس اللحظه كترد اتاي، ومن الاتاي كله دقه واحده، وتصوب مثلا اومليت، ولا دير خبيز، ولا ياك ايتاب باغ ايتاب ترد الماء يغلي، ومن بعد تقاد البريد، وانت كتقاد البريد كتصوب هذه، وحاجه من مورا حاجه. فعلى ما كتوجد البريد كتلقى المغلى، كدير الماء كتخليه يطلق مثلا، كتكون وجدتي خاص البروغراماسيون تكون زوينه. اي سامبل باش لو ريزولتا يكون احسن وزن. اكزاكتومون. لا ولكن حيت كنديروها فطور وكل صباح كتبان لك عاديه صافي. راه نفس الشيء، الا بغيتي تكون واحد التغيير جذري في حياتك خصك تبدا باشياء بسيطه، تبدا باشياء صغيره بزاف، غير هي تكون مداومه. عرفتي داك قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، راه نفس الشيء. وفي التطوير الذاتي اكثر من اي حاجه خص دائما نشتغلوا على قليل ومداوم، حيت داك القليل ومداوم مش كيعطينا، كيعطينا واحد ليفولوسيون اكسبونونسيال، بمعنى ماشي غير جوج زائد جوج كتساوي اربعه، وجوج زائد ثلاثه كتساوي خمسه، لا كنوليو في جوج في جوج، واربعه في اربعه، وثمانيه في ثمانيه، وهي ماشيه. فكيفاش نبداو؟ مثلا قلت لك علاش كنقويو على راسنا، كتلقى شي واحد ملي كيبغي يبدا بدايه جديده شنو كيدير؟ كيفكر في الوزن، وكيفكر في قرايته، وفي خدمته، وفي ولاده، ولا في الاسره ديالو، ولا في الكارد غوب، ولا كيفكر في كل شيء دقه واحده، وكيبغي يبدل كل شيء دقه واحده. انا نعطيك غير مثال اخر واحد اخر، مثلا كنبغيو نديرو انقاص الوزن، كتبغي انقاص الوزن، وزعما للاسف ما كايناش معنا الاخصائيه كانت تقول بنفسها هذه القضيه. اش كنديروا؟ كدير واحد لو ريجيم دراستيك، كتقطع الماء والضوء، نقطع هذه، نقطع مثلا كنتناول المشروبات الغازيه، كتحيد المشروبات الغازيه والسكر واليدام وهذا، وكدير هيلثي فود نهار واحد، نهار الثاني نهار الثالث تتقلب كل شيء صافي. ورا نفس الشيء، الا بغيتي مثلا غير في انقاص الوزن بغيتي هذا، تشوف المشروبات الغازيه شحال كتكونسومي فيها، كنكونسومي يترو في النهار، كناخذ يترو في النهار، نقص كاس، ما نقصش يترو كامل، نقص غير كاس. اذا ها انت عطيتي واحد المؤشر للجسم ديالك والدماغ ديالك انك بديتي واحد الخطوه. من بعد اسبوع هذاك اللي كتزيد نقص عليه نص، غير بالمهل تيتكلب ودنجل. ودنجل اكزاكتومون. وحياتك كامله الا بغيتي تغير بالمهل، بالمهل، حيت هادشي كنعيشو انا يوميا مع الناس اللي تنشتغل معاهم، او حتى في المحيط ديالنا. مي كتبغي تبدل، كتبغي تبدل كل شيء دقه واحده. مايمكنش. كي درتي لها؟ راه شوف واحد الايه كريمه اش كتقول؟ في سته ايام الله عز وجل والخلق ايتاب باغ ايتاب. علاش حنايا اللي بشر وقدراتنا محدوده، وعندنا ملكات، وعندنا قدرات، وعندنا كفاءات، ولكن كذلك عندنا الوقت، وعندنا اكراهات، وعندنا ضغوطات، وعندنا صعوبات، وعندنا دي فيبليس، علاش كنبغيو كلشي نديرو دقه واحده؟ فهذا هو لا ربما تنبغيو النتيجه تبان دغيا دغيا. كي بغيتيها؟ كي درتي لها؟ ما يمكنش. عرفتي داك الله ما قفلتي لا فورتي؟ اها. بس انا ما عرفتش. شوف الطوموبيل ما
تدوش 5 فيتاس. ها واش كديماري كدوز 5؟ كديماري وانت ماشي بشويه بشويه، وتا كانت اوتوماتيك راه الاوتوماتيك كدير راسها تماما تماما، حدك تزيد السرعه وهي كدوز لك ورا نفس الشيء. فإلا بغيتي تبدل حياتك بدا بالاشياء البسيطه جدا جدا، بدا بالفيق والنعس. معايش كتنعس ومعايش كتفيق، عاوتاني ماشي انت كتنعس في 2 الصباح وكتفيق مع 12 النهار، والنهار الاول كتقول نفيق مع 9 نعس مع 10 الليل ونفيق مع 5 الصباح، لا نقص ساعه وزيد ساعه، نقص نص ساعه وزيد نص ساعه في الفيق ديالك، موالف كتفيق مع 10 نفيق مع 10 الليل. ولكن راه المؤشر اللي كتعطي للدماغ ديالك قوي جدا هي ان شونجمون. فمن بعد غدا بلا ما دير مجهود غتلقى راسك فقتي مع 9:30 وهي ماشيه وهي ماشيه وهي ماشيه. باغي تقاد الجسم ديالك بدا بخمسه دقائق الرياضه ما تبدا، حيت بزاف ناس كيديروا كيمشي لاسال ولا كيمشي يجري وكيدير ساعتين ثلاثه السوايع وبودي ثمان كيحبس كل شيء. وفين المره الثانيه ما كيبقاش يقدر ما كيلقاش الركابي باش يمشي. لي كورباتور خاصك تكون ريغولي بالسيده 5 مينوت والله العظيم. بدا بس القراءه، بزاف الناس باغا تحل الكتاب وتقرا. عرفتي والله ما كرهت، ولكن علاش ملي كيتفكر يقرا ويهز كتاب خصو يهز داك الكتاب الكبير وخصو داك الكتاب. اولا اختار شي حاجه كيتو في بليزير، يقدر يكون قصه يقدر يكون كتاب، شوف اللي حبيتي. قل انقرا ورقه ورقه ولا هنقرا 5 دقائق اذا دماغها كتعمل بحال هكا. حيت عرفتي شنو ملي كتقوي عليه شنو علاش كتقوي الالم؟ حيت الا قلت لك تقرا كتاب كله في النهار راه بزاف، راه فريمون مخك كيتطبخ وما تقدر دير اكتيفيتي وحده اخرى. ملي قلت لك 5 دقائق سهله، 5 دقائق شنو هي 5 دقائق؟ عادية. فبدا ب 5 دقائق لأن الدماغ ديالنا كيفاش كيفكر؟ متعة وألم، سي كوم سا بهذه الطريقة كناخذوا القرارات. شنو مثلا علاش الرياضة الناس ما كيمشوش لهاش بزاف؟ لأن في عظمى أنهم يربطوها بالمتعة ديال الجسم السليم، ديال العضلات، ديال داكشي تياخذ الوقت باش أشنو كنبداو نفكروا في ناري خصني نخرج ليها الوقت، خصني لي كومباتور، دوش وخاصك تجمعي الحوايج ديالك، ستاسيوني إلا كنتي تمشي لاسال. دونك مي كتشوف هذا الالم في حالك اش كيدير الدماغ؟ تيقول لك حيد عليك بالنقص اجي ورا نفس الشيء. لان مين كنقويو على الدماغ ديالنا كيبان واحد الالم، لان اي مجهود باش يكون تغيير فيه الم، يعني فيه واحد لانفستيسمون. اذا اش كيقال لنا الحياه كلها اخذ وعطاء، باش تاخذ خاصك تعطي. بلانيفي سلوم، الا مشيتي شديتي ونقصتي سلوم. باغي تطلع تطلع له درجه درجه، دروجك في دارك تطلع لهم درجه درجه. اذا علاش حنا مثلا غير القضيه ديال الوزن، بزاف ديال الناس إلاش صافي تيطلقوا. علاش؟ لان مثلا سيده باغا تنقص ولا سيد باغي ينقص 25 كيلو، الاسبوع الاول نقص 200 غرام، 200 غرام 25 كيلو ما هي والو، ولكن 200 غرام راه نقصت، راه بدايه، راه بدايه 1% 0.5% ما راه بديتي. كيفاش بغيتي توصل 25 كيلو وانت داك خاصنا نحتفل بداك 200 غرام؟ والسيمانه اللي من بعد كنلقى راسي ملي كنحتفل بهذه النجاحات الصغيره جدا الدماغ ديالك يلسكسيت، لانك كتولي كتعطيه لا دوبامين، كتولي كتعطيه هرمونات السعاده. والدماغ ديالنا مدمن على الهرمونات السعاده كما مدمن على الهرمونات الاخرى. فانت وشنو كتعطيه؟ الا وليتي كتفرحوا بداك الاشياء الصغيره كيولي ماشي معاك، كيولي ولفه. لان شنو كيخلينا كنبغيو السكر بزاف؟ وتولي التحفيز عندك انك تبدا ديرها عاود وربما تزيد في الوقت. هذا الشيء اللي كاين، راه داك الزياده في الوقت. مثلا نقول لك واحد المثال ديال التلاميذ، واخا دابا راه الاغلبيه في عطله، ولكن راه كاين ان شاء الله لا يدخلوا عندهم الامتحانات في شهر 9. التلاميذ كيجي شي حد عندي تيقول لك ما تنخدمش نهائيا، راه تنبغي نقرا ولكن جو سوي بلوكي، تابعني المات والفيزيك والسيونس وتابعني حتى الجغرافيا والهذا ولا ليكونومي ولا. تخي بيان، شحال باغي تخدم؟ لا راه خصني نخدم 6 سوايع في النهار. تخي ادير نص ساعه. كيفاش نص ساعه؟ نص ساعه نديرو بروغرام هاد السيمانه هادي نص ساعه في النهار. كيجي لعندي تيقول لي وصلت 3 سوايع، الو كون النهار الاول تيقول لك ما قادرش ما هذا، راه ملي كنهز الكتاب كيخلعني. حيت اش كدير للدماغ ديالك؟ تتعطيه واحد رخصه السماح، ما كتبقاش خالعو. حيت ساعه وساعتين وثلاثه سوايع كتخلعنا، اما نص ساعه شي حاجه ساعه نص ساعه من بتمرين دوك نقدر نفوتها كاع. مين كتبدا ما كتوقفش سميره، مين كتبداي لي طابلو ديالك ياك يو سوفي دو كومونسي، تقدري تخليه واحد السيمانه ولا 10 ايام ولا شهر ما تقيسيش لو طابلو. صحيح. ومين كتبدايه صافي مثلا ما بغيش نفرقو. ايوا راه داكشي. وشنو ما تقول لك واحد شنو واه نحط البانسو انتي غير نبدا. كتبدا حتى كتكمل. قالت لي البارح نيت شوفوا راه هادشي اللي كنهضر لكم عليه راه كلنا كنعيشوه، غير دابا غير باش نردوا ليه البال. باغي تغير ها انت، باغي تغير هادي وهادي كتبها اهداف مزيان، باغي نغير هادي وهادي 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 اكسلون مزيان. نبدا شو اختار اسهل حاجه في هادو كاملين بدا بها، ومين تبدا بها السهله البسيطه فيهم، وداك السهله والبسيطه فرتتها فريتيتها تصغيورين. راه ماشي راه تلقى راسك باش تبقى فريتيتها بفريتيتها، لا ما غير سوفي دو كومونسي. مين تبدا
قريتي ورقه كتولي قاري خمسه. قرا خمسه والله الا قريت خمسه لا غدا عاوتاني غير ورقه 10 حتى كتولي اون ابيتود، ومين كتولي عاده كتولي متعه. وحتى الا اكتفيتي غير بورقه حدا راه ما عليا والو، راه درت اللي عليا. درتي الهدف حيت مين كنعطيو داك الاشاره ديال حددت واحد الهدف ووصلت له الدماغ ديالك كيولي يعطيك اكثر. صحيح صحيح، راه الدماغ ديالنا راه تو دي نيغوسيونس، كلشي على حسب الدماغ ديالنا كومون اون لو بروغرام، راه حنا كنبرمجوا الدماغ ديالنا. فنبرمجوا على النجاح باش نكونوا لي الاحسن والاسهل. شكرا لك. الاسهل ولي الاحسن. شكرا لك منى الصباحي، نتمنوا الاحسن دائما للمشاهدين. صباحيه الدزام، بقوا معنا. مروا اللحظه لفقره وصفه تقليديه وهدى جنان، بقوا معنا. صباح الخير سميرة، صباح الخير على جميع المشاهدين والمشاهدات. في الحلقه ديال اليوم غنشوفوا كيفاش غادي يمكننا نسمو الكفته بطرق باربع ديال الطرق اللي هي تقليديه. فنعرفوا بان اولا البصله الا بغينا من الاحسن نطحنوها في الوقت اللي غادي نستهلكوها، والا كنا بغينا نديروها في الكونجيلاتور من الاحسن ما نديرو فيهاش توابل وما نديروش فيها لا معدنوس ولا بصله باش يمكننا ان نجمدوها في الكونجيلاتور بطريقه اللي هي سليمه. اول طريقه باش غادي يمكننا نسمو هاد الكفته هادي، وكنعرفوا باننا كنستهلكوها بزاف وخصوصا في الصيف لانه هو طبق اللي هو سهل جدا، وكذلك كنبغيوه كبار وصغار. فاليوم كما قلت لكم اربعه ديال الطرق. اول طريقه هو اننا غادي نستعملوا فيها النعناع. النعناع اللي انايا فرمته بحال اللي كنفرموا القزبر والمعدنوس، غادي ندير هنايا بحال معلقه كبيره ديال النعناع. هنا عندي نص كيلو ديال الكفته، غندير عليه معلقه كبيره ديال النعناع، وهنايا غادي ندير معاه اللوز اللي هو محمر في الفران ودرناه غبره بحال هكا. غادي ندير هنايا جوج معالق كبار ديال اللوز اللي هو مهرمش. كهاد الكفته هذه كتجي رائعه جدا، وخصوصا ملي كنبغيو نشويوها فالمذاق ديالها كيجي ممتاز ومميز كذلك. وهذه طريقه راها قديمه ماشي عاد جديده، يعني ماشي غير مبتكره، فاحنا فقط كنقدموا ما هو كل اللي مغربي تقليدي. دونك هنا نزيدوا عليه شويه ديال الملحه، وغادي نزيدوا معاه كذلك واحد شويه ديال الابزار. دونك غادي نخلط على ندير توابل الكفته كامله، من بعد غادي نخلطوها باش يمكننا من بعد نشويوها. الو عندنا الطريقه الثانيه باش غادي يمكننا نسمو الكفته، غادي نديروها بالبصله. وهذه الطريقه اللي اغلبيه ديال الناس كيديروها اللي كنديروا فيها البصله. هنايا البصله اللي هي محكوكه، غادي ندير معاها شويه ديال الكمون. الكمون ما تكتروش باش ما تجيش مره. غندير معها كذلك واحد شويه ديال الفلفله حمراء. شويه ديال الملحه. وهنايا كنزيد معها واحد القليل ديال سكينجبير كيعطيها واحد المذاق اللي هو مميز. ومن بعد غادي ندير معها شويه ديال المعدنوس. دونك هذه الطريقه اللي الاغلبيه ديال الناس هكا كيستعملوا اولا كينسموا الكفته اللي كما قلنا كتجي للشوي مزيانه. غادي نديروا الطريقه الثالثه باش غادي يمكننا نسمو. هنا هاد الطريقه هذه كتجي بحال الطيبه ديال لي سوسيس، واغلبيه الاحيان بها باش كيعمروا السوسيس. الناس اللي ما عندهمش باش غادي يمكنهم يصايبوا في دارهم يمكنهم ياكلوا الكفته على هاد الطريقه هذه. دونك غادي ناخذوا هنايا شويه ديال الثومه، قول غادي ناخذ واحد جوج دريسات ديال الثومه اللي تا هما مفرومين. غادي نديروا معاهم كمون، فلفله حمراء، ونديروا معاها شويه ديال الملحه. دونك هذه حتى هي تنسيمه ديال الكفته اللي كتجي حتى هي مزيانه. التنسيمه الاخيره هي اننا كنديروا راس الحانوت كما كنطيبوا المروز، يعني راس الحانوت اللي كيكون فيها قعقله وبسبيسه ونويويره وكيكون فيها القرنفل، كيكون فيها شويه ديال لاباديان، الكوزه، القرفه كما قلنا. فهاد التخليطه هذه هي اللي كنديروا مع المروزيه، وهي اللي كنديروا معها حتى هي الكفته، وكيجي المذاق ديالها مميز جدا وكتجي زوينه في الشوي، كتجي ممتازه. دونك غادي نديروها حتى هي، وغادي نديروا معاها فقط نزيدوا عليها شويه ديال الملحه، وبالتالي كتكون وجدات. دونك من بعد هاد التخليطات كما قلنا غادي نمشيو نخلطوهم، ولا هاد التنسيمه هادي غادي نخلطوا الكفته، ومن بعد غادي نديروها في القطيبات باش غادي تشوى
دونك نشوها على الفخر، نشوها في الشوايه اللي كتكون ديال الضوء، اولا الا بغيتوها بطريقه اللي هي اسهل ديروا المقله. انا كنديرها بزاف، كندير المقله كندير فيها واحد شويه ديال الماء، ما كنديرش نهائيا المواد الدسمه لان الكفته كيكون فيها شويه ديال الدسم، يعني شويه ديال الشحمه باش كتطحن معاها باش كتجي المذاق ديالها مزيان. وبالتالي كنديروا غير شويه ديال الماء في المقله وكنخليها تطيب بحال هكذا، كتجي حتى هي رائعه جدا، كتطلق المريقه اللي كيمكننا حتى هي نحطوها معاها. دونك هنا بالنسبه للعواد اللي كيبغي يدير هاد العواد هادو، كنعرفوا باننا حنايا على مقربه من العيد الكبير الله يجيبو على خير، يدخل لينا بالصحه والعافيه ان شاء الله. غادي ناخذوا هاد القطبان هادو ديال العود وكنديروهم في الماء ليله كامله باش يفزقوا، وبالتالي كيمكن لكم ديروهم باش تشويو فوق المجمر او لا في الشوايه بلا ما كيتحرقوا لينا هاد القطبان هادو، ما كيتحرقوش. دونك غادي نمشيو نقادو الكفته ديالنا على هاد الطريقه هادي، وكنكملوا الترميله ديالنا ديال الاخرين، يعني الكفتات الاخرين اللي حتى حنايا نسمناهم كلهم غادي نخلطوهم ونديروهم ديك الساعه كما قلنا في القطيبات باش نشويوهم. وغادي نتلاقاو بعد قليل باش نوريكم الطريقه النهائيه ديال التقديم. فكما كتشوفوا الكفته ديال اللحم ها هي دي وجدات، فكما كتشوفوا باربع ديال التنسيمات اللي بغيت نضيف ليه هنا. هاد التنسيمات هادو يمكن لكم ديروهم بالنسبه للكفته ديال الدجاج وكذلك بالنسبه للكفته ديال الحوت بنفس الطريقه، فكتجي حتى هي مميزه وممتازه. كنتمنى بان هاد الفقره هذه تكون عجبتكم، وصحه وراحه. الان فقره الطب الموازي، وغادي نتكلموا على العلاج بالحراره. تنعرفوا بان بزاف الحوايج تنستخدموا فيها العلاج بالحراره، بغينا نعرفوا شنو هي الحوايج اللي تتستدعي العلاج بالحراره. اولا شنو هي الحوايج اللي ما خصناش نديروا فيها الحراره، وكيفاش نديروا هاد العلاجات هذه؟ طبعا مع الاخصائيه في الميدان بامتياز سعاد هشيمي. صباح النور. صباح الخير سميرة، نتمنى لك انا عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك، الله يكبر بك علي معطش وكل ما تمنى ان شاء الله. الله يكبر بكم، شكرا. غادي نهضروا على العلاج بالحراره. افكتيفمون انا علاش انا ديجا عندي في العياده كيجوني بالنفس بزاف ديال الناس كيسولوني على هذا الموضوع عنده علاقه بالصيف، كيقول لك دابا السخونيه الحال الا درت لا شالور في واحد الحاله تقدر تزاد، الوغ كو نو، الحراره فاش كنحطوها في واحد المنطقه كدير واحد الامل في ديك المنطقه فين محطوطه ولواحد المده اللي هي محطوطه. اون فوا كنحيدوها ما كيبقاش المفعول، وكاينين بعض الالام اللي خصنا نديروا لهم الحراره لانها كتعطينا واحد النتيجه اللي فريمون فريمون زوينه بزاف وميراكولوز. كاع بعض المرات فريمون كدير واحد الميراكل في بعض الحالات ديال الالام. الوغ شنو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم الحراره؟ هذا الموضوع كنا هضرنا عليه ولكن نعاود ناكد عليه لان فريمون كما باقيين بزاف الناس ما كيعرفوش واش خصهم يديروا البروده ولا يديروا السخونيه. جوج الحوايج اساسيين، الالام ديال المفاصل والالام ديال العضلات. الالم ديال العضلات اون جينيرال ملي كيكون عندنا تشنجات او شد عضلي كنسميهم لي كرومب او لي كورباتور اللي هضرت عليهم ديك المره، هنا كنديروا الحراره ديريكتومون على هذيك المنطقه اللي كتكون ديجا قاصحه في العضله. مثلا كيمكننا نستعملوا اون سيرفييت في الدار ان نديروا بها بحال ان بونسمون حراري، نشدوا اون سيرفييت ونديروها في الماء طايب تتعمر بزاف، خصها تتعمر بزاف في الماء. حنا الماء خصنا نقيسوا الدرجه ديالو، هذه حاجه مهمه حيت كاين بزاف الناس مثلا كيخشيو في ميكروند فكيقدر يكون سخن كيجي كيحطو يا بوكو دو يا فريمون دي ريسك دو بغيلور. راه بزاف الناس كيستاهلوا بهذه المساله وانا كناكد عليها، نشوف الحراره نراقب الحراره ديالي قبل ما نستعمل لو بونسمون ولا هذاك. الوغ ندير هذا السخن في الماء طايب من الافضل، حسن الميكرون ما طايب نقيس الحراره ونديرها حتى تتعمر مزيان. علاش فوطه مزيانه؟ لان هذاك الماء اللي سخون اللي هو اونفلوبي في هذا الفوال كيحتفظ بديك السخونيه، دونك فاش كنحطوه فوق ديك العضله اولا حتى فوق المفصل اللي حنا غنهضروا عليه وقتاش خصنا نديروا ليه الحراره فريمون كنحطو في واحد الاسترخاء. بحال مثلا شي واحد اللي كيكون مثلا جالس كيخدم بزاف قدام البيسي مثلا هنا كيوقعوا له مثلا بعض التشنجات في العنق ديالو او في الظهر ديالو، هنا يمكننا نستعملوا الحراره كتعطينا واحد المفعول رائع. نستعملوا كيف ما قلت اون سيرفييت، نستعملوا هاد لي ساك دو جيل اللي كيمكن كيتباعوا حتى هما الثمن ديالهم يعني جد مناسب، كيمكننا حتى هما نسخنوهم في الماء طايب او ندخلوهم ميكرون ونحطوهم واحد 15 دقيقة حتى ل 20 دقيقة، 15 20 دقيقة ماشي غنحطو ونهزو، فريمون الحرارة خصها أو مينيموم واحد 15 دقيقة وهي محطوطة فوق البلاصة اللي إن متشنجة البلاصة اللي إن ناقصها.
دونك كنحطوه ونخليه واحد 15 دقيقه بالنسبه للعضلات اللي صغيره، ولكن مثلا الا كان عندنا مثلا العضلات اليمولي ولا اسفل الظهر يمكن نبقاو حتى 20 دقيقه حتى 30 دقيقه الى نقدروا. واخا شنو تدير هذه الحراره في وسط العضلات ولا في فوالا الحراره كيفاش مزيان نفهموا كيفاش كتعمل باش نعرفوا فريمون لي في ديالو، وحنا من بعد نقدروا نفرقوا كيفاش نديروها وكيفاش ما نديروهاش. الوغ الحراره بيان سور غترفع لنا من درجه الحراره المنطقه. الوغ فاش كتكون عندنا سخونيه كيكون استرخاء اول حاجه، ثاني حاجه كيكون عندنا رفع تدفق الدم باغ لو ميكانيزم دو فازو ديلاتاسيون، يعني الاوعيه الدمويه كتمدد. ففاش الاوعيه الدمويه كتمدد لي زيشونج اللي كيكونوا ديال الماء والهواء وديال لي نوتريمون تيكون افضل تيكون احسن. دونك تنجيبوا اوكسيجين تنجيبوا دي نوتريمون لهذيك المنطقه ولهذيك العضله اللي عندنا فيها الالم. فبيان سور ايضا ليليميناسيون ديال لي ديشي اللي كتكونوا ديك المنطقه اللي في الالم، فهادشي بيان سور كيعطينا بحال قلتي واحد لا ريباراسيون في ديك المنطقه. إلا كانت عضلة متشنجة سو ريبار بهذوك لي نوتريمون وهذاك الهواء اللي كيجي. حاجة أخرى اللي أيضا أساسية وقتاش كنستعملوا فيها الحرارة، ملي كنبغيو نديروا مثلا شي تمارين أولا حتى تمارين إلا جيو كتكون عندنا تصلب في العضلة أو في المفصل، هنا أيضا كنديروا الحرارة. شنو الدور ديالها؟ فالحرارة كترفع لينا من واحد لو كوفيسيون ديال ليلاستيسيتي، يعني واحد المعامل ديال المرونة، كتولي العضلة مرنة أفضل لأنها كترخى ما كتبقاش مزيرة، فهذيك المرونة كتخلينا نقوموا بتمارين أو نقوموا بالحركات اللي بغينا نديروا بواحد الطريقة اللي هي أحسن. حاجه اخرى ايضا مهمه، علاش هي الحراره فريمون كتصنف النونتالجيك؟ لان فاش ديك المنطقه كتسخن دوك لي نورون الاعصاب اللي مسؤوله على دوز لو ميساج الالم للدماغ كتكون عندها اونيبيسيون تما كتحبس ما كدوش بواحد الطريقه مزيانه. دونك لا سونساسيون الاحساس الالم ما كيوصلش لو ميساج لو سيرفو كيف ما خصو يوصل 100%. دونك الاحساس بالالم تينقص. دونك هضرنا على الحراره قلنا بان الحراره هي النونتالجيك. علاش؟ هذا واحد المفعول اخر اللي غادي نشرحه، هو ان هذيك المنطقه فاش كتسخن هذيك السخونيه كتحبس ذاك لو ميساج نيرفو اللي كيمشي الدماغ باش نحسوا بالالم كتحبسو كتنقص منه. دونك ما كيوصلش لو ميساج بيان كوم يلفو الدماغ، دونك المفعول ديال الالم او الاحساس ديال الالم تينقص. دونك فوالا يعني الحراره عندها واحد المفعول كبير ويعني بزاف الزوايا على الالم. واخا واش نمشيو للتقاليد ديالنا المغربيه كيف ما قالت لالامونة شحال هذيك الناس نخملوا علاش نمشيو نكمدوا عضيماتنا في الحمام، يعني واش هي حاجه حميده او لا؟ وي علاش ملي كنخملوا راه بحال كنديروا المجهود اللي هضرت عليه في الحلقه السابقه، بحال كنديروا دونك كيوليو عندنا بحال دي كورباتور. صحيح دي كورباتور مزيانه ليهم السخونيه، وفاش كيكونوا عندنا دي كورباتور في منطقه يعني في مناطق كثيره من الجسم ما كاين ما احسن من تحمحيمه ياك تخيخنات. غير دابا نردوا البال دابا مع الكوفيد سي با ايفيدون. الان بان حتى في الدار يمكن فريمون نعمروا هذاك البنواغ بالماء ونتخشوا فيها ولا ستل ولا اللي كان كيكونوا عندنا بزاف دي كورباتور. اما ملي تيكونوا مناطق محدده عضلات كيما شي واحد اللي كيخدم بزاف في لو بيرو مثلا وتشنجني الاورلوق ديالو هنا كيمكن نحطوا هذا لو ساك هذا. الحاجه الاساسيه اللي بغيت نهضر عليها هي وقتاش ما خصناش نستعملوا الحراره، هذه ايضا مهمه. الوغ ما نستعملوش الحراره الا كان ان هذيك المنطقه هذيك العضله او هذيك الارتيكولاسيون فيها انتفاخ حمراء فيها التهاب. نهضر على المفاصل، هذه ايضا اساسيه. الوغ المفاصل وبزاف الاسئله كيجوني على التهاب المفاصل الروماتيزم. الوغ الروماتيزم كاين فيه بزاف ديال ليزيتاب، كاينه لا بوسي وكاينه لا غيميسيون. فاش كتكون المفصل ديالنا فيه تهيج بوسي ما كنديروش الحراره، كيكون عندنا انفلاماسيون والحراره كتزيد في الانفلاماسيون. كيفاش كنديروا الحراره؟ فاش كيكون عندنا واحد الالم اللي هي قديمه والمفصل ديالنا بحال بدا كيتصلب هنا كنسخنوه باش نقدروا بيان سور نديروا به الحركات. الا كان عندنا بي ديابيتيك مشكل في الدوره الدمويه انتفاخ اون بلي محلوله جرح هنا ما خصناش نديروا الحراره. وحاجه اخرى ايضا اساسيه ما نديروش اون كريم انالجيزيك، يعني دوك لا كريم ديال اللي كيحيدوا الالم وعاد نديروا الحراره لان كتنقص لينا السونسيبيليتي ونقدروا نتحركوا. اكيد شكرا لك سعاد الهاشمي، شكرا لكم مشاهدينا، بقوا معنا نوصلوا حلقه اليوم صباحيه دوزيام اللحظه مع ليلى شوي والضيف ديالها والضيفه ديالها في حلقه اليوم صباحيه دوزيام. صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم مشاهدينا. انا اليوم فرحانه بزاف انني نقدم لكم فنانه بكل المقاييس، روعه ما شاء الله، صوت واحساس ما شاء الله. جيهان مرحبا بك معنا. شكرا ليلى، شكرا على كبير هذا. انا اللي عندي نهار كبير والله، الا نهار كبير اننا كنستضيفوك هكا في بلاطو ديال صباحيه دوزيام. لانك ما شاء الله كما قلت فنانه بكل المقاييس، عندك واحد الاحساس عالي، كتغني بالموسيقى والموسيقى يعني ما يمكنش صوت وصوره واللحن وتاليف وكتابه ما شاء الله. انا بغيت نعرف فوقاش جمعتي هذا الشيء كله.
ما عرفتش كنظن بان هادشي كان من الطفوله، كان واحد الاعجاب بالموسيقى من صغري. ماما ديما كانت كتعاود ليا ملي كنت صغيره يلا كنت كنحبو، اول حاجه كنت كندير كنت كنهرب ليهم حدا الراديو، وكنبقى حدا الراديو كنبقى نسمع اي حاجه، كنبقى نسمع دونك كنظن كان شي حاجه من الاول. الوغ الايقاعات ديالك عندك ايقاعات مختلفه، يعني ماشي داكشي اللي كنسمعو دائما مع هكا شباب اللي كل مره تيبدعوا بالجديد ديالهم، انت جيتينا بواحد ستيل مغاير تماما، ايقاعات مغربيه عالميه جديد، كاين الجديد كثير في الموسيقى ديالك، باش توصفيها لنا جيهان بوغري؟ صعيبه باش نوصفها حيت انا ما كنوصفهاش، حيت انت كتحسي بها عندي كلمات بالدارجه بالمغربيه على مواضيع اجتماعيه، هذا الشيء كيوقع ليا انا كمغربيه في المغرب في العالم، وكنشل الجيتار ديالي وكنديرها في الموسيقى. وكنظن بان حنا مغاربه بحال هكا، حنا في المغرب تبارك الله عندنا هاد لا ديفيرسيتي هادي، الشرق الغرب اي سي فغي. انت جمعتي هادشي كله، جمعتي الروك، جمعتي ريغي، جمعتي الموسيقى الشعبيه، وهادشي اللي عطى جيهان بوغرين ياك. انا كنسميها موروكان وورد، حيت كاين وورد ميوزيك وهذه وورد ميوزيك مغربيه. كناخذ من المدن، من ثقافات، من حنا بربر، عرب، افريقيين، كل شيء. دونك الموسيقى خصها تكون نموذج من هذا الشيء. اكيد انت جينا اليوم بعمل جديد اللي هو تبارك الله من الالبوم ديالك الثاني ياك سي سا؟ الثاني هو في الحقيقه هو الاول، حيت الاول كان في 2015، دابا هذا الالبوم نزل في 2020 ياك ولا لا؟ اختاريتي منه اغنيه صورتيها فيديو كليب، انا عجبني الفكره زوينه انك اختاريتي دي ستار، كل واحد من المنزل ديالو، كل واحد فين كاين في اي بلاد كاين، وتغنى بالاغنيه ديالك. تكلمي لينا على الاغنيه اللي هي تحت عنوان مدابيا. مدابيا هي اغنيه كتبتها شحال هادي، على كنتخيل عالم يكون بحال اللي كنتخيلوه جميع، الحب والامان والتفاهم بيناتنا. وديما ملي كنت كنتخيل هاد الاغنيه كنتخيل ليماج ديال الكليب ديالها بزاف ديال الناس اللي كنبغي، اللي الناس اللي كيبغيو كيغنيوها معايا، ما نغنيهاش عيب بوحدي. وجا الحجر الصحي، كنت غنسجلها بطريقه اخرى، وسبحان الله العظيم جا الحجر الصحي وبغينا نديروا شي حاجه اللي زعما نديروها من المنزل لي زيكيب ريدويت وداكشي، وفوالا. ومع هاد لا سوليداريتي اللي كانت في الحجر الصحي وهادشي اللي واقع، قلنا علاش لا كل واحد من المنزل ديالو كيفاش كيحس، كيفاش غيحس بهاد الاغنيه، كيفاش خليت ليهم لا ليبرتي باش يديروا اللي بغاو. ممثلين، رياضيين، اون جينيرال، ما شاء الله فكره زوينه تفاعلوا معها بزاف ديال المتتبعين ديالك ما شاء الله. انا عجبتني كذلك فكره اخرى اللي ضفتيها مهمه بزاف، هي الاشاره، يعني كانت فكره زوينه انك توظفيها في الفيديو كليب، هذه كانت الفكره ديالك؟ انا كنت باغاها من الاول، نيت انا كنبغي لا سين بزاف، انا كمغنيه ديال المسرح. وملي كنغني هذه الاغنيه كنبغي، حيت هذه اغنيه كنبغي بغيتها يفهموها الجميع كلشي. والاشاره ما كايناش بزاف في الموسيقى، ما كايناش كاع، وكنت باغا نتعلم الاشارات باش زعما الجميع يفهم الكلمات، حيت الكلمات فوالا كلشي يفهم الميساج ديالك، لان الميساج في هاد الاغنيه جميل جدا اللي هو جيهان. شنو ممكن تقولي لنا الميساج ديالها؟ السلام والامان، ونبقاو دائما متفائلين، نتفائلوا بزاف. انا انسانه متفائله. الوغ انا سمعت انك انت اللي لحنتيها. انا كتبتها ولحنتها بجوج. وي، وانا ملي كنلحن في لاكيتار كاين واحد الموسيقي ديالي اللي كنبغي بزاف، حيت انا العود عندي بريزون بزاف في الالبوم، وزكريا مسرور هو اللي كيضيف هذاك العود وكيضيف لي زارونجمون، ولكن الفكره واللحن والكلمات ديالي. اذا خليو المشاهدين جاني يشاهدوها ونرجعوا لكم للحوار ديالنا. بوغرين عمل زوين بزاف، كيف ما قلت تبارك الله كيدوز على شاشه القناه الثانيه دوزام، انا فين ما كنشوف كنقول خاص جيهان تجي تحضر معنا باش تقربنا
وتقرب الجمهور ديال صباحيات من هذا العمل هذا. بغيت نشكر دوزان بزاف حيت بصح ليكليب بحال هكا ما كيدوزوش ودوزوه في لا سيمين ديال اليوم العالمي للموسيقى باش يشجعوا الشباب، حيت انا الموسيقى ديالي ما كدوش في لا راديو بزاف حيت ماشي لو ستيل ديالي ما كيدوش في الراديو، ودوزان شجعتني وكنشكرها بزاف وشكرا لك انتيا. مرحبا ما شاء الله عليك، انا عجبني فيك هذا الاحساس الجميل اللي بغيتي توصلي، لانك فنانه وكتعشقي الموسيقى اي سا سو سون زعما سان سونتيمون اللي انا حسيت به فاش شفت الفيديو الكليب ديالك وشفت الاعمال ديالك اللي سبقت، فتبارك الله عليك. شنو هي الاحلام ديالك هكا في المستقبل جيهان؟ شنو من بعد هذه اغنيه الثالثه كيف ما قلت اللي قدمتي في الالبوم الثاني ديالك، شنو الاحلام ديال جيهان بوغرين هكا في المستقبل؟ انا الحقيقه يلا خرج الالبوم ديال سبعه ديال الاغنيات، فيه مدابيه وفيه الاغنيات الاخرين، وانا ما كرهتش نبقى هذا العمل حيت من ديما وانا كنبغي الموسيقى هي لو بارتاج، هي لي بروجي مع الاصدقاء مع السينمائيين، مع دونك هاد لي بروجي هكا اللي نديرو جميع. بغيت نضيف بينا مدابيه تسجلات زعما لا رياليزاسيون لو مونتاج دار حتى هو من الدار. سي فغي شاركتي الفكره ديال ليكيب اللي خدمات معاك في فيديو كليب سخي مانكيز ديال جوليان فوري وسكينه الجيد اللي هما شباب توما تعاونوا معايا، شباب مغاربه اللي عندهم مغاربه وفرنسي اللي عندهم طموحات بحال هكا ودو بال زيدي، وانا ما كرهتش هاد الاغنيات هادو يوصلوا للمنازل ويتغناو. اكيد غيوصلوا لانك فنانه تبارك الله كما قلت بكل المقاييس، وكتغني على المراه يعني والاحاسيس ديالها المشاعر ديالها، فما يمكنش هاد الاحساس الجميل ديالك ما يوصلش لكل السيدات المغربيات فين ما كانوا. ياك ولا لا؟ ايوا نتمنى ان شاء الله. اللي وصلت لك انت يا الحمد لله. شكرا لك جيهان بوغرين على الحضور ديالك معنا في حلقه اليوم من صباحيه دوزام، وغادي نبقاو متابعين الاخبار ديالك هكا حنا وكل المشاهدين والمتتبعين ديال صباحيات. الى اللقاء والى حلقه قادمه ان شاء الله، ياك ولا لا؟ شكرا لك ليلى شوي، شكرا للضيفه ديالك. اذا بالورقه الفنيه تنختموا حلقه اليوم صباحيه دوزام، على امل لقاء بكم يوم الاثنين المقبل باذن الله، واسبوع اخر من الافكار والفقرات اللي ستسهم كل ناحيتنا اليوميه. الى اللقاء ونهاركم مبارك.